اوضاع الولاده بقى، ايه الوضع اللي انا اقعد فيه في الاوضه؟ انت بتقول لي ما نامش كتير، الا لو الدكتور كان عايزك تنام، ولازم قبل ما تعمل الاوضاع دي كلها تتم تحت اشراف طبي، ما تعملهاش من نفسك، تحت اشراف الدكتور بتاعك، ما ينفعش تعمل الحاجات دي من غير ما الدكتور يعرف. اديني بنبه لانها مش مناسبه لكل الناس. انا عايز حضرتك ان انت يعني تتحركي، زي ما قلنا الحركه البسيطه والهاديه والتمشيه بعد اذن الدكتور دي هتبقى حاجه افضل. الاوضاع بتاعت الولاده، تخيل لو انت نايمه، انا عايز اهو تخيلي معايا ان انت نايمه، شايفين عظم الظهر اهوت والحته اللي قدام، وده الحوض المسار اللي بيخرج منه البيبي. تخيلي بقى البيبي بيضغط، انت نايمه، فالبيبي ضاغط والوزن كله موجود على الحته بتاعت العظم. بين العظم وعظم البيبي في فليش او تيشو او حاجات بتتعصر حرفيا، فانت كميه ضغط هنا في الحته دي والم انت لا تتخيليها. عشان كده تلاقي في بعض الاحيان في وضع معين كده اسمه الاوكسيبيتو بوستيريور للبيبي، تلاقي ان الوجع شديد جدا. يقول لك بقى في وضع ممكن تقعدي فيه اسمه وضع الجلوس على اربعه. الوضع ده الهدف منه ان انت تخفي الضغط على الساكرم او على العمود الفقري، الحته اللي ورا، عشان خاطر تقللي شويه الالم. فيا جماعه يعني في اوضاع كتير هتلاقوها نازله على الشاشه، الاوضاع دي الفكره كلها اللي احنا عايزين ننوع بينها، بس كنت تحت اشراف الدكتور. الاوضاع دي لما تغيري وضعك كل 20 دقيقه، او مش عايزك برضو يعني تحكمي على الوضع اللي انت فيه ان الوضع ده مش مريح دلوقتي، استني شويه، استني، ما تحكميش عليه بدري. الاوضاع ديت بتفرق بشكل لا تتخيلوه، بتسمح ان الولاده تمشي بشكل سلس اكتر وان الالم تهدى برضو. يعني في اوضاع مع الكوره بتاعه الولاده، وانت برضو تسالي على البوليسي بتاعه المستشفى ان انت ممكن تاخدي كوره الولاده معاكي ولا لا، وفي مستشفيات اصلا بتوفر كوره الولاده، فاسالي الدكتور واسالي في البوليسي بتاعه المستشفى ان كانت متوفره ولا لا، اقعدي عليها، هيساعدك بشكل كويس جدا لو الدكتور ما عندوش مشكله. في قاعده بتبقى يعني انت بتبقي قاعده على الكرسي مقلوب بشكل معين كده زي ما ظاهر في الصوره، اسمها قاعده راعي البقر، كاوبوي بوزيشن، يعني دي قاعده برضو بتساعدك بشكل ما ان انت برضو تسترخي وان الامور تبقى كويس. يعني الوضع القاعده على الكوره ده بيخفف من الام الظهر، بيخليك تتحركي بحريه، بيساعد على تمدد وتوسع عنق الرحم بشكل او باخر في بعض الحالات، غير الوضع الثاني اللي هو وضع راعي البقر اللي هو القاعده على الكرسي مقلوب، وضع مريح بيخليكي يعني يقلل شويه من الامك بشكل كبير. ممكن جوزك في الوضع ده يساعدك ان هو يعمل لك مساج في رقبتك او ظهرك، ده بعد طبعا اذن الدكتور بتاعك، بيسمح للجاذبيه ان هي تساعد في تقدم الولاده بشكل كويس، وبرده بيخفف من الام الظهر. في اوضاع ثانيه بقى ممكن تساعد على لف الراس اكتر، زي وضع اسمه وضع الدفع بشكل معين، كمان برده يعني ليها مميزات ثانيه. انا مش عايز اتكلم في الاوضاع قوي، يعني ممكن نبقى نعمل فيديو ليها لوحده، بس الاوضاع هيظهر لكم كمان، مش عايز انسى منهم حاجه، زي وضع الجلوس على اربعه اللي اتكلمنا عنه كمان شويه، وضع الرقصه البطيئه المايله مع جوزك طبعا ان شاء الله. عشان كده بقول ما تجيبوش ناس كتير يا جماعه، عشان ايه يعني مش ناقص احراج، خصوصا ان في ناس بتحرج وبتاع وبيبقوا مكسوفين وكده. في وضع النوم على الجنب، في وضع النوم على الجنب ومع دفع الرجل بشكل معين كده، في الجلوس بيميل للامام، وضع النص قاعده. وده خلي بالكوا يعني في حاله ان حضرتك واخده ابيديورال او بعض الحالات، الدكاتره سواء دكتور النساء او دكتور التخدير هيقول لك مش عايزينك تتحركي، وبالتالي مش هيخلوكي تقومي تتحركي والمشي والكلام ده والاوضاع. فالوضع ده بيكون وضع انت نايمه وفي نفس الوقت الوضع كويس ويسمح شويه بنستفيد منه بكام ميزه كده. مش عايز ادخلكم في حوارات، المهم ان الوضع ده كويس لو حضرتك عامله ابيديورال، لانك هتبقي نايمه على السرير وفي نفس الوقت بتاخدي شويه مميزات ثانيه. كمان في وضع الانحناء على كره الولاده، طبعا في الوضع ده عايزين جوزك يدعمك، يطبطب عليكي، يعني مساج، الحاجات دي مش هوصيكوا بقى. كمان في وضع الميل بدعم. بصوا انا مش عايز اتكلم على الاوضاع اكتر على قدر ما انا عايز اقول لك ان في اوضاع كتير قوي ممكن تستعمليها في الولاده ان شاء الله رب العالمين. في بعض الضغطات بقى ممكن تتعمل عشان خاطر تساهم في الولاده، بس دي لازم تتم من خلال محترفين، فمش هكلمكم عليها قوي عشان خاطر مش هتستفيدوا بيها قوي. اخر نقطه اتكلم عليها